عندي الأكادير جوج خوت ديك المنطقة تعرف من سواسة، أنا تنبغي سواسة وصحابي سواسة وتنحيي سواسة. هاد جوج خوت كانوا خدامين في البني، واحد كبير وواحد صغير. هذا الكبير عنده تقريبا واحد 35 عام، هذاك الصغير عنده تقريبا شي 22 عام. هذاك الكبير هو اللي بدا في البني الاول، هو اللي مشى للمدينه وبقى يبدا في البني بني. اما الاخر مسكين كان في البلاد، جالس في البلاد والعائله فقيره وداك الشيء، وحدنا قال ليه يلا هبط معايا ما عندك ما دير هنا في البلاد. هو يهبطوا هبطوا وجابوه يخدم معاه في المدينه. هما خدامين مع واحد بنعيش عقاري، هذاك خوه خدام واحد بنعيش عقاري، ودخل خوه معاه. وفين تيناسو في ديك العماره تيبنيو. راك تشوف بعد البنايه اما تيديروا كيطون تيبقاو يناسو فيه الا كان مشروع كبير، اما تيديروا الناس اللي ما عندهمش ديورهم ديك المدينه، اما تيشدوا غير واحد الزاويه من العماره تيغطيوها بشي بلاستيك وهذا تيناسو فيها. الله يحسن العوان. تيناسو تما تيديروا الكويميله هو وخوه معاهم شي بنايه تا هما برانيين وعايشين هكاك. اليوم غدا هذاك خوه ولا شاف شونتي، بعد ما كان غير معلم ولا هو شاف شونتي. هذاك المنعش العقاري شاف فيه الراجل المعقول والثقة وتيخدم، ودوك الناس راه كلهم ثقة وكلهم معقول تيخدم، داروا له شاف ديال الشونتي رئيس الورش، ولا هو اللي مكلف بالخدمة كاملة ديال دوك العمارة اللي تيبني. خوه بقى في البوست ديالو خدام، هو كان ربما كان عادل أكثر من القانون، وخا هو شاف شونتي خلى خوه في ديك الخدمة اللي تيخدم، داك البغلي هز البغلي جيب السيما سير جيب الحديد من ليه جيب هادي. هاد سميت هاد السيد هذا اللي تيكون غير تيتسخر يعيط له جيب الحديد، راه المادرية راه الحديد ديال 14 سير جيب لي هادي راه الملاسة جيب. ما تيكونوش معلمين، تيكونوا منافرية، ولكن عندهم واحد السمية تيسميوها بعد البناية عندنا هنا في جهة الغرب تيسميوها عليه. بعدا ندخلها لكم في واحد مستملح، عاد نقول لك هاد المهنه ندخلها مستملح. واحد السيد الايام اللي كانوا يد العامله تمشي للخارج، واحد السيد دخل حتى هو عند دوك الناس في دوك لي بيرو ديبلاسمون تيقولوا بيرو ديبلاسمون، دخل كانت عين برجه في الدار البيضاء وكانت قنيطره وكانوا في الرباط، كانوا بزاف الناس يمشيو للخارج ديك الساعه يد العامله. دخل جالس هذيك الجنه قالوا لي شنو خدمتك؟ الرجل ما قريب والو، قال لهم الطاي. قال شنو هي الطاي؟ قال لهم الطاي، الخدمة ديالي الطاي. وبقاو تيسولوا شنو هي الطاي؟ قال لهم الطاي، أنا الطاي. واش أنت واش كويزيني منويزي شنو ماسون بناي حلاق شنو؟ قال لهم الطاي. هو يجي واحد خلال تما واقف مع الناس، قال لهم أنا نشرح لكم. قال لي شنو هي؟ قال لهم الطاي تيماطي. تيماطي لي ماطي لي هذيك ماطي لي هذيك ماطي هي عطيني عندنا هنا في الغرب، ماطي هذه ماطي هذه. كان مطاي حتى خوه حتى هو كان مطاي غادي يمد لهم، بقى ديك مطاي خدام فيها. واخا خوه هو مول الورش، هذاك الخوه اللي هو رئيس الورش كرا واحد الدار، ماشي دار عفوا، كرا واحد البيت، واحد 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 السكينه فيها بيت واحد، فيها كوزينه، فيها حاجكم مرحاد كذا. ودا مع خوه شد داك البيت، دار هنا واحد فريش وهنا فريش، وفرقوه بواحد يزار من الوسط، يزار كبير فرقوه بيناتهم باش هذا يبقى ليه هذا ديالو، هذا يبقى بوحدو، هذا يبقى بوحدو، يكون شويه الحياه بعضياتهم. وبقاو عايشين تما. الخير اللي كان تيدير داك خو هو تيصيفطو مره تيمشي يطيب القبيله قبل الوقت، تلعب يخرجوا مع 12 تيصيفطو هو مع 11 سير خذ الخضره وسير طيب القبيله وكذا وكذا. فالعشيه تيصيفطو بكري، كان عنده هاد الربح خوه تيمشي بكري بيدير منه كوزيني، ولكن تينعسو بجوج. هذاك خوه داك الصغير بقى يطالب الاخر، تيقول انت شاف شونتي عطيني تمره، وانت شاف شونتي دير لي هادي، وانت شاف شونتي. قال له شوفك بحالك بحال الناس، انا ماشي شغلي، انا عندي اغراس اغراس قود تخدم وصلاة النبي، انت مانوفري تبقى مع المانوفريه افي اشنو تولي بناي، انت تبني، انت تبني شي حاجه، اما طيله ولا غير بطل شي حاجه وخدم هاد السيم على كتابك وطلع هذا وهذا. خوه هو يتشد معاه، تشد معاه وحدنا قال لي اش غادي انت بحالك بحال الخدامه، اولا ثانيا خرج عليا من بيتي صافي، تاك وليتي راجل جلس شوف فين تجلس. خوه ولا مهدد من طرفه، ولا تيتبحث عليه، بغيت تجري عليا، بغيت تدير هذه، بغيت تدير هذه، بغيت تدير هذه، ولا تيقول لي انا بغيت نعيش حياتي بالعربيه، بغيت نعيش حياتي.
انا ما مزوجش، انا بغي نجيب شي وحده كاع هنايا، وانت قاسي هنايا واتي ولي جيبها ولا ما تجيبهاش، انا ماشي شغلنا خلي الناس معك هنايا، انا افرشي من بعد منه هذا وهذا كذا كذا. ناض الاخر الجدار دار بيناتهم شي خشب جابو وصاب شي خشب داك البيت فرقوا على جوج. هاد القضيه ديال البيت مشروك، هاد جوج خوت ساكن بيت. واحد الوقت كنت خدام في فاس، كنت خدام في صفروت نمشي نخدمو في فاس، وشت بعد داك الحد ديال الفقر، كاع الحد ديال الفقر، هو لقيت شي دور مكريين قدام بيوت ساكنين فيهم جوج عائلات، بيت يعني ماشي بيوت، بيت ساكنين فيه جوج عائلات، بيت فارقين جوج عائلات ديال الخشب كونتر بلاكي، ديال عائله بوحده ودي عائله بوحده، بيت كبير فيه جوج عائلات. وتخلى واحد المره كان وقع واحد الجريمه ومشينا دخلنا لهاد القضيه هذه، وعمري في حياتي ما استنى بيت فيه جوج عائلات. تنقولها للناس اللي عندهم واحد الدار ديالهم مريحين فيها او واحد فيلا او واحد كذا، راه شوف راه كاين شي ناس اللي عايشين بحال هكا، كاين شي ناس عايشين بحال هكا، بيت فيه جوج عائلات. كاينه في الشينوا وكاينه دوك الدول الاخرى مقبوله، اما عندنا حنا هنا ما مقبولاش. ولكن قلت لكم كاين بيت ساكنين فيه جوج الناس، وتخيل دابا بيت ساكنين فيه جوج الناس، كيما واحد البيت مشينا شفنا حنا كان فيه واحد الجريمه، واحد الدري مسكين قاص خيوط ديال الضو ضربوا الضو، ماشي جريمه، حادثه عرضيه. مشينا نشوفوا واحد الخيوط ديال الضو عارفين تيسقوا البريز بالخيط وتيسقوا داك الشيء وضربوا الضو والدري صار قتلو. وشفت هذيك العائله قاسمين هذا، اذا هادو عندهم تلفزيون الاخرين ما عندهمش، هادو عندهم الكاميرا تاع الطيف اللي تسمع ديك الكاميرا تاع الطيف كوكوت، هادو ما عندهمش مساكن. فهمتي واحد خينا واحد النهار عاود ليا قال لي راه كاين واحد الدار حدانا فيها بيت ساكن فيه عائلات، واحد الراجل بوليداتو ثلاثه، وحده واحد خينا كان تمو عايش معاه ما تمو ولا تيجي بصحاب الانكول يشربوا تما، تيجي دوك صحاب الانكول تخيل بيت واحد هذا ومع وليداتو ناس، وتيجي بصحاب الانكول تيشربوا الانكول وتيبقاو هذا ما هذا ما كذا وغوتو هذا وهذا. وكنت قلت في ذاك الوقت اللي توريني هذا البيت هذا، وانا مشيت لقيت فعلا هذاك مول الانكول ساكن تما، واحد الحاله مخمزه، وداك الراجل مسكن وليداتو قال لي ودي ما عندي فين نمشي السي خلاص، انا وليداتي هنا ما عندي فين نمشي. واش قلت انايا؟ قلت هذا السيد دابا اش غندير؟ نهدد هذا نهدو نقول باقي نجيب مول الانكول نجي لك وكذا وكذا، وراه هو تيشرب تيبقى يهيد بوحدو تيشرب يغني ويدير. داك الراجل مسكين صابر، كان واحد الراجل نجار تيصب الفراكات وداك الشيء باقي على ديال الصابون. وتحركت شويه ودرت هكا ولقيت لي واحد البيت، وزيد داك الراجل ديتو البيت بوحدو ووليداتو. ما قلتش على هذا الاحسان اللي درت بغيت نذكرو دابا، ولكن كاين ناس عايشين بيت واحد الله يحسن العون، وهاد خوه كان عايش وياه بيت واحد ولو خوه، وفرقوا داك الشيء بالخشب بيناتهم. هذا الكبير كان بغى يخرج خوه، الغرض اللي بان دابا هو انه تعرف مع واحد خيتي بغى يجيبها تما، واحد البنت شويه خفيفه تخاصمت مع دارهم في واحد الدوار تما في هذوك النوع حدا كادير، دازت مع دارهم حيت خرجت رجلها من الشواري حارفت كيما تنقول حارفت، وجراو عليها دارهم وجات عند خالتها وبقات عايشه مع خالتها، وهي هما ساكنين هاد خالتها ساكنه حدا داك الورش ديال البناء فين خدام هو الكبير، وهي تدوز من تما مره هي تدوز من تما مره وبقات ينقعوا عليها وكذا، ويتعارف معاها تعرف معها هذا خو الكبير اخ كبير الكبير نقولوا الكبير الصغير باش ما نقولوا شي سميات، الكبير الصغير داك الكبير تعرف معها تعرف معها بقى مصاحب معها وداك الشيء، شي شويه بغى يخرج خوه زعما باش يبقى يجيبها، خوه تعكس اللي ما بقاش يخرج تما، هو فرق بالخشب وبقى تيجيب البنت تما تيتعشاو كاملين، ولكن الاخر في الاخر تينوض ينعس هنايا والاخر تينعس هنايا، وهذيك قدر مرة تبات معها نهار بعض مرة تمشي بعض مرة تجي تبات بنت ما عندها اللي قابلها وعايشة مع خالتها. هادشي ولا عندهم عادي، ها هي جات ها هي مشات، ها هي جات ها هي مشات، ها هي طيبات لي ها هي جلست معايا قصرت معايا كذا كذا. واحد النهار هذيك البنت قالت لذاك الكبير صحيبها قالت لي أنا حاملة، أو قال لها كيفاش حاملة؟ قالت لي حاملة يا حاملة. قال لها شحال انتي حامله؟ قالت لي راه عندي 4 شهور. شكون قال لك 4 شهور؟ الطبيب قالها لي. وكيفاش؟ وقالت لي وكيفاش؟ شكون محملني؟ راه انت؟ قال لي وخصك تحيديه. قالت لي راه مشيت بغيت نحيدو، الطبيب قال لي تروطار جيتي معطله، انا ما كنتش رده البال. كيفاش ما ردتش البال؟ قالت لي ما ردتش البال. واش بغيتي نمشي نقتل راسي؟
قال اش غندير دابا؟ قلت لك خصني نولدو، خصني نولدو و انت تقول لي، تقول لي انا بغيت نتزوج بك وبغيت تنبغيك وهذا وهذا، وديرو في حاله مدنيه باش الدري ما يضيعش يمشي للمدرسه. دبرت لي فيها، شافته بوحدو صاف سونتي تدخل في ليسات، وسهل عليه باش يمشي كري بوحدو ويخلي خوه، سهل عليه باش تكون مراته. وظنت بانه راه ولات يحبها كما كانت تيقول لها تنبغيك ولا غنتزوج بيك وكذا وكذا وكذا. اش قالت؟ قالت باش مي فلسات اللهم نحمل لي، وحملات ليه وقالت لي انا عندي 4 شهور هيا كرسي شوف كي دير. ولا هو اش تيدير؟ حسب ما جاء لسان خوه مره مره قالها لخوه، قال لها ودي هاد خيتي راه حملت بغات تلصقني وكذا وكذا وكذا، تيقول لي غير تخص راسك انت انا عارف كي غندير معاها. مره مره تيجيب لها سكينات جا سول تيجيبها فرماسيان، ديري هادو راه قال لي شوفي، قال لي هذا ما بقيتش حامله. ويلي واش بغيت نقتل راسي؟ واش بغيت ندير هادي؟ لا خويا ما ناخذش الكينه، تجيب لك كينه باش تاخذها. تقول لي انا ما ناخذش الكينه، خليتها تمشي تقريها، تمشي تقريها تجي تقول لها هادي راه قال لي كون قتلتيها كون شربتيها انت لا الدري، هادي راه كان غيموت لك في كرشك، هادي كذا كذا. ما بغاتش تحيد داك، دير اجهاض تحيد داك بنادم كما تيقولوا. هنا دخل معها في نزاع، دخل معها في صداع، اليوم غدا ويدا تهدو. والله غير مشيت عند البوليس، والله تنمشي هو ديالك وعندي شهود، ها البناية تشهود داخل خارجي عندك، ها الناس، ها خوك، خوك يشهد حتى هو، يديوه تما البيجي وشدوه بيجي ويقولوا واش كسر ما تقولوا الصح ولا تقولوا الصح. واحد ديلا كان تيشرب، هو كان تيشرب، خو ما كانش تيشرب، واحد ديلا كان تيسكر خويا شوية شوية، هو يسمع خوه ناعس، هذاك الصغير ناعس، هو يسمع بيناتهم تعرف تعرف، هو يدخل على خوه، هو يلقى شادة من عنقه قاجة قاجة، خوه عجبو الحال ديال تا هو باغي في الخدمة، تيصابوها تيصلخها، بقى قاجة قاجة قاجة، مدى الفوق منها بقى مجبد عليها هكا. خوه هنا قال لي هذا، قال لي تيعيرها، تيقول أنت تحملي لي، أنت تقول بيني أنت باش نتزوج بك، وأنا وريت أمك دابا، أنا وريت أمك، أنا كذا كذا كذا، بقى مجبدها. خوه جا بقى تينوض فيها انت باش تطيح راسها، قالوا هادي غا كيما تيقولوا موت احمر بغات تدوخ علينا، تيقول لي خوها خليها مجبده تما، خليها مجبده تما، يلاه هادي اللي بغات، يلاه باش نوريها انا كذا كذا. سيدي بقات مجبده ساعه ساعه ونص ساعتين مجبده. جا خوه تيقلب تيقلب خوه تيكبوا الماء على وجهها، قال لي خوها هادي راه ميته، هادي راه ماتت، هادي راه قتلتيها هذيك القجه قتلتيها. وتعرف يد البني، شتي البني تيسلم عليك بيدو صلاة عند الكليديات عند البني، هبطها العنق ديال البنت. ايوا قتلها، قتلها هو بلا بلاني واخوه. قال خو دابا كي غنديرو مع هادي؟ هو اللي شوف انت اللي بغيتي. قال ليه المهم شتي الباطيمه اللي ملهيه اللي باقي يلاه بديناها، حدا واحد دخلها تما. قال لي غدا صافي كل تما تيمشيو الخدامه، ودي راس بحال خدام حفر ليا واحد الحفره تما نديروها. قال لي خو واخ امسى خو ولا غدا مسى داك الجافين، قال ليه وبدا خدام بحال اللي تيخدمو تما تابع للسونتي، بقى تيحفر احفر احفر احفر. جا خو عاوتاني في الليل هبط معاه في العشيه، هبط بقاو تيحفروا بجوج حتى قدو تهبط عليهم الليل، هما تيحفروا في العشيه، حفروا واحد القبر مزيان او خلاو حتى ديك 3 الصباح او ما يهزوها بجوج، اما قال الله والدواء دفنوها تما، ردوا عليها التراب قدو المسائل، الله يعاون الله يعاون. ارجعوا الخوم الاخر بدل الطريقه مع خوه، بدل الطريقه مع خوه ولا تيطلع فيه داك الشيء، خوه تا ولا تيطلب حقوقه، قال لي انا خصني نشرب، انا انت تجي كل شيء دير الكيم لا تشرب، وانت انا بغيت نشرب وهذا وهذا. قال لي دبر راسك، بقى هذاك تا هو تيشرب، عارفو ما عنده ما يقول ليه، تا هو تيجيب شريبات يشرب، خوه ولا تيزيدو شويه في السيمانه، وبقاو عايشين هكاك، تيتسناو ديك العمارات كلهم اللي غيتبناو يتبناو. وسلتوا في حالهم من تما وصلتوا النبي، تيمشي مره مره يطلع ذاك القبر ياك ما شي كلب حفار ولا شي حاجه، مع انه داروا غرق يشوفوا الدنيا هانيه. وبقات الامور هكاك، دازت عليها 6 سنوات، 6 سنوات نسات. هذاك خوه بدا ذاك الكبير بدا تيفكر في الزواج مع واحد خيتي ولا تيمشي عند شي نسابو تما، هذاك الصغير صاحب مع واحد البناي سكيري ولا تيمشي عندو كلمه ساكن بوحدو ولا اغلبيه الوقت يكون عندو. داك خو واحد الدار قال لي انا راه دبرت واحد
الموحيد مع ديك السيده اللي غنتزوج بها، دبرت واحد الدويره غنشريها وكذا وكذا. المهم انت مع صاحبك ديهاني وتلقوا داك البيت ما نديروا به وكذا، ديك الدار اش غدير بها وهذا مولاها مصدعنا ديما تيجي، وهذيك الدار تنحلم في ديك خيتها ديما تجي توقف عليا. قال لها قلت انا تنحلم بها. تلقوا ديك الدار مشى اخوه سكن مع نسابو، او تيقولوا سلام عند نسابو شي دويره باش يتزوج بنتهم، باش يتزوج بنتهم شرا واحد الدويره مع نسيبو يعيش فيها. خو مشى مع واحد من يبقى الشراب 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 الشراب، خو ولا دخل الشراب بالمعقول، ولا تيخدم مع والد، ولكن نهار مع الطار ثلاث ايام مع الطار الاخر ولا تيسبوه تيعيرو، صافي عطيني شبرتي صعب باش تخدم، عطيني كذا عطيني هذا هذا، ولا مع في هذا وانيت ما بغاش يبقى يخدم حداها كاع يبعد مني، لان الاخر ولا الكوليك داك الصغير. واحد النهار داك الصغير جالس مع واحد البناي هذاك صاحبو، هو يقول ليه سكرانين تيشربوا سكرانين، وتعرف الواحد ملي تيكون سكران تيقول كل شيء. هادي تيديروا ديك الجواسيس الكبار، الجواسيس اللي تيحصلوا عند في الغرب، تيحصلوا دوك الجواسيس في اوروبا في امريكا وداك الشيء في روسيا، من تيحصل شي جاسوس تنقول جاسوس ماشي شي خائن، جاسوس تيخدموا مع حتى المخدرات تيدوزوا مني في الماكله باش يوصلوا للحقيقه، لانه واحد تيكون تحت مخدر او في حاله سكر تيهضر بلا ما يشعر. الناس تيقول لك شرب هو يتقرع، ما معنى تقرع؟ قال كل شيء. هذا جالس مع داك صاحبو داك البناي، فكروا مزيان واحد الليله ويقول لك البناي قول لي بغيت نسولك دابا، لا شي واحد شاف شي واحد قتل شي وحده، هو ما قتلهاش غير شافو قتلها، هو تيمشي للحبس. الاخر علاش غيمشي للحبس؟ الاخر توا بناي قال داك القانون العوج علاش غيمشي للحبس؟ ياك الاخر اللي قتلها. قال لي ايه ما عندناش يمشي للحبس. الاخر اللي قتل وين مشي للحبس؟ قال لي بكوك انا سولتك علاش؟ قال لي لا لا والو سولتك. دوزوا واحد يومين جاو تيسكروا، هو يزيد يسولو قال لي اجي، ولا كان هذاك قتلها والاخر عاونو دا مثلا داو دفنوها ولا شي حاجه، الاخر اللي قتلها ودفنوها. الاخر قال لي الاخر ما قتلهاش. قال لي لا غادفنوها غير مشى معاه. قال لي هزها معاه دا دفنها معاه. قال لي لا 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 ما عليهاش. لك بعدا هو ما لحصات القاضي وما خارج منها. قال لا لا هو مشى دفن معاه. احنا تندفنوا شي واحد قال لي في الروضه تنشدوا تمشي تدفن تاعي تدفن هذاك راه دفن تمنتي معاه ما عندك حتى حاجه. الاخر تو تيقلق له بشويه هو يقول له تاعي قول لي راك كل مره تسولني الى واحد تخينه دفن ما دفن تاعي عاود لي احنا شاركين الجميله وشاركين كل شيء الثمن. قال لي راه خوادري كانت عنده واحد صاحبته هذه شحال هذه 6 سنين ولي دابا اجي نقول لك القضيه دابا 6 سنين جا وبنت هاد القضيه اللي غنعاود لك مازال يحكموا فيها. قال لا لا قال لي لا قال لي فات عامين صافي ماتت هذا في المحضر ديالو. قال لي فات عامين ما يبقى يسول فيه حتى واحد حيت عامين داز عليها الوقت فهمتي داز عليها الوقت. قال لي لا 6 سنين قال السنين لا ما تخافش الناس تخاف عاود عاود ليا. قال لي الخوادري كانت عنده واحد صاحبته تجي عنده هذه شي 6 سنين المهم حملات. قالت لي انا حامله عندي 4 شهور. وقال لي انت دابا بغيتي تلصقيني وكذا وهذا وبقات تدوز معاه وداك الشيء وبغات تجيب لي البوليس وبغات تخرج عليه. واحد الليله ناس وانا قجه قتلها. قال لي فين هادشي؟ قال لي الدار اللي كنا ساكنين فيها تما واش درتو؟ المهم قال لي يلاه دفنها معايا. انا مشيت لها دفنت معاه فين دفنتوها؟ واحد هذوك العمارات تما. قال لي الاخر دبر راسو تما قدني هانيه. وانا قلنا شي نهار جاو يحفروا تما يلقاوها ولا شي حاجه بدي يسولوا يعرفوها هو 6 سنين غيعرفوها صاب الله هو مكلخ وربي كلخو. قال لي اختي ما يعرفوها ولا شي حاجه وتشعل القضيه عندنا عارفينها هو راه كان صاحب خويا كلشي البنات تيعرفوها وهي راه غبرات. ورجعت خالتها شحال من مره تجي عندنا تبقى تقلب عليها تنقول لها ما عرفت فين مشات ما عرفت لقيت واحد النهار هز صاك ومشات. غلتني يعني عارف انت. الاخر عنده واحد ولد عمو جا دارمي هو يمشي عنده قال له بغينا نعطيك واحد القضيه واحد البناي ساكن معايا اش قال لي اش قال لي اش قال لي اش قال لي قال لي ورا
ولا البنية عارفين اللي كانت معاه، واللي كانت معاه راه برات ما بقاتش، وهذا اش قال لي؟ اش قال لي؟ هذاك الجدارم يعني المسؤولين ديالو علموا النيابة العامة، داروا هذاك المحضر، ذاك المخبر داروا لي محضر، او ما يمشيو لك عند الصغير. قال له تعرف علاش جا البيت وما يدخلوا عليه الجدارمية؟ السلام عليكم. السلام، كي داير شويه لاباس؟ الحمد لله. مشي معنا. علاش مشي معنا؟ يلاه معنا. وما يديو ولا وليدي. عقلت النهار اللي خوك قتل صاحبته، عقلت انا الجدارمية هو من نوع واحد قادر، ودار النبي الجدارمية هو يزعين. وقال لهم عقلت كيفاش وقع؟ انا كنت ناس هو سمعتهم تيتخاصموا، طلعت لقيتو اجا نوض نهار لقينا ميتة. قال لي سير بعد خذ الفاس سير حفر. مشيت حفر تما. فين حفرتي؟ تم فين تم؟ هذا العمارة مليح، حيت تنقول لكم كلام كيفاش تهضروا. تيكون عندنا حنا في لابيجيكو تيهضروا، من تجيهم ديك من تيقربوا يقولوا الجريمة كاملة تيبقاو تيبقى يعطيك غير نقيطات، تيبقاش يهضر بحال المرة الأولى. فين تما؟ العمارة، ديك العمارة اللي مليح، واحد الخلا تما تعقل على ديك البلاصة. تعقل مزيان، أنا عقل عليها، وراه هو اللي قجها. باش نكونوا مزيانين مع بعضياتنا، غادي نقول هو اللي قجها أنت مالك. هو اللي قجها أنت غادي عاد تورينا. قال لهم واخا. واحد جروب ديال الجندرم مشى عند خوه، وراه هو فين تيكون. مشاو جابوه، داو له بريات حطوه. هذا قال يلاه معنا ورينا. مشى حتى وراهم البلاصة. حفر با. البالا والفاس. دوت يحفروا تما ما لقاو السيده ست سنين داز عليها، لا تاع وضع مروينه، بقى شي حوايج باينين تما، شي حاجه خصوها داوها المستودع الاموات. ابدا البحث، عرفوا خالتها، مشاو عند خالتها قال لي عطينا شي تصويره من التصاور ديال البنت اللي مشات لك، بنت اختك. قالت لهم ايه عندي يا سيدي، هي حويجاتها كاع مخليهم ست سنين سيدي ما عرفت فين مشات. جابوا لنا خينا واحد مجموعه ديال التصاور مخلطين، قال لي جبد البنت فينا هي، داك الصغير قال لهم هي هادي. مشاو عند شي بنايه قال لهم واحد البنت اللي كانوا قدامي معاهم قدام، قال لهم واحد البنت كانت مع كذا ومشات وهذا، عاودوا لهم القصه. ما قالش مرا ماتت، قال لهم واحد البنت كانت مع المعلم داك الكبير واحد الوقت كانت معاه ومشات. واش عقلته ولا كان اللي عقل وجهها؟ قال واحد ثلاثه هنا على عقلو، على هنا كانت تدخل عنده ديما، جايه عنده صاحبته هذيك. انا وريو هنا في التصور قال هي هذيك نفس القضيه كيما ورا صغير ورا هي هذيك، داروا محاضر للجميع كشهود. او ما رجعوا عند الاخر، رجعوا عنده هذاك خلاه محطوط. جاو عنده قال له ولد عمي واحد البنت كانت معاك، اسميتها اسميتها اش كذا اش قلتي؟ قال لي ما كانت معاك، كنت فرقت معايا. قال له نوريك التصور توريها لينا. قال لهم هي هذي، قال هي هذي كيفاش وقع لك معاه؟ قال لهم والو، مشات في حالتها وصلت للنبي. ارو خوه، هو يجي خوه، قلت قدامه دار المواجهه. قال خوه هذا راسي، قول لي علمي. قال لي ديك اللي كانت معاك اللي قجيتي. قال لي شكون اللي قجيت انا؟ قال شي وحده انايا. قال لي دينا حفرنا ليها صاحبي، تقول لي انت اللي حفرنا ليها، حفرت انا وياك. خالتها اللي ساكنه ليه. جابوا خالتها مشينا حفارنا حفارنا ومشينا. الاخر بقى يشوف خوه قال لي نوض معنا. هزوه بداو خالتها مشاو مستودع الاموات، دخلوا قال لي راه هي هادي. دخلوا خالتها قال لي شوفي السيده راه ما بقاتش كما كانت، راه صافي ولات غير العظام تقريبا، شي حوايج باقيين عندها. واش تعرفي شي حويجات؟ حويجات اللي كانت لابسه. المراه دخلت شافت قالت لهم هادو حويجاتها، هاد السبيبيطرة ديالها حيت فنها بصباطها، أنا عاقل عليه هذا. بقات تبكي خرجوها. الآخر قال لي ها هي صافي، راه خوك راه داخل معاك توا في الله، راه هو اللي مشى، وراه هو اللي حفر القبر، وراه دابا راه ديناه وعاوناه توا عاوتاني حفر عليها. اش غادي تقول في هاد القضية هادي؟ قال لهم أنا تمشي تحمل في الزنقة وبغات تلصقوا فيا أنا، حملت في الزنقة وتلصقوا فيا أنا. وأنا درت لي غا هكا وهي ما عرفت مريضة ولا شي حاجة ماتت، وأنا خفت على راسي وكذا وكذا وكذا. شوف دراري تربية مزيانة من واحد الجهة فيها شباب محافظ سواسة،
معقولين؟ شوف دخلوا للمدينة، واش هو عنده نية القتل؟ كان زعما بقى يقول جاي يقول جات يقتلها؟ لا، لأن أخوه تيقول بالسلام، بقى تيقول لها خلي دير أمها تما، على بوالدينا تما، وأنا نوريها أنا تعيق عليا، أخليها. وتيقول خوه أخليها، تعرفوا ديك موتة حمار ديالها أسقرا دابا تنوض. إذا هذا الكلام هذا تبين بأنه منواش بأنه قتلها، عنفها ملفتي عنفها، ولكن ما وصلش لذاك الحد. ولكن تحكم بالقتل العبد وإخفاء جثة، كاينش فيها، وتحكم ب 30 عام. خوه خدا 20 عام، خوه أخدا 20 عاما. مشاو جوج خوت على جريمة مجانية، جريمة مجانية، خدا 30 عام، لأنه مر داز في 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 الاستئناف، وداز في دقدور إبراهيم، وما رخصوا لي حتى حاجة، لأن راه جوج ديال الجوتات راه كاينة هي وكاين اللي في كرشها، كاين هي وكاين اللي في كرشها، راه جوج خدا 30 عام، صابوا معاه خو خدا 20 عام صغير، مشاو للحبس بجوج، بقاو يدابزو تما، شنو صغيوقع عليهم تما.